السلام عليكم اخواتي في الله، كيف حالكم؟ بخير وعلى خير. كي دايرين مع هاد الشتاء مع هاد البرد؟ اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي سهله جدا، قلت العام ما تيعرفوها، اللي هي لاباط ديال البيتي شو ولا اليونيسا بالسلونيه. وهي عند المقادير الشكل التالي: عندنا 100 غرام ديال الحليب، 100 مليلتر، 150 مليلتر ديال الماء، عندنا 100 غرام ديال الزبده قطعت انا طراب باش تذوب دغيا، 150 غرام ديال الطحين العادي فورس، عندي نصف معلقه ديال الملحه، وعندي معلقه صغيره ديال السكر، وربعه ديال البيضات. دابا غادي نمشيو للطريقه ديال التحضير. على بركه الله كنديروا الماء هو الاول، نزيدو مع الحليب، نضيفو الزبده، نصف معلقه ديال الملح صغيره، ومعلقه صغيره ديال السكر. صافي، نبداو نحركو حتى تبدا تغلي شي شويه. هانتوما كتشوفوا هو المقادير اللي درنا ديال الحليب والسكر والملح والماء والزبده، ها هما بداو تيغليو. غادي نضيف لهم الطحين بالشكل التالي، القافله، ونحركو نحركو نحركو هادشي هذا حتى تعقد. من بعد عاد نزولو على العافيه، نخدموها شي شويه مع الضوء عاوتاني على العافيه. انا بديت على العافيه دابا بعد ما خرجتها وحركتها شي شويه، غير باش تجي تعقد مزيان بهذا الشكل هذا. انا غير ولا تنحرك هذا الشيء مابقاش تلصق تقريبا واحد جوج دقائق ديال التحرك. من بعد تنديرو في هذا الاناء هذا باش تبرد كما كتشوفوا، ونفس الطريقه نحركوها مزيان هكا. الشاي ما تلصقش، تبرد شويه صافي. هانتوما كتشوفوا هي ما كتلصق شي، مرطبة هي مزال سخونة شي شوية. دابا ملي بردات شي شوية غادي نديرو بيضة، هانتوما كتشوفو، ونحركوها مزيان. حتى العجينة تشرب داك البيضة، ملي تشرب داك البيضة غنضيفو لها بيضة وحدة أخرى، ونفس الطريقة بنفس الطريقة حتى تولي عجينة كاملة. هانت كدير بحال الطريقة هادي، هي عقدات مزيان. دابا غادي نعمرو المانيكا ونطلقو من بعد. دابا غادي نصوركم سميتو، نصوركم واحد الديكور ديال واحد الطائر اللي هو تعيطو له البجع، وهو شغال هكاك بالطا، تيكون في ليلاك، تيكون في سميتو في البحيرات، كيزينو بيه الجغالي داكشي. المهم الطريقة هي التالي، الشكل هذا. من بعد غادي نصوبو عاوتاني بهذا الشكل هذا، دابا غادي صوبت هاد سميتو هاد الديكور هذا. من بعد غادي نشوفو العملية الأخيرة اللي غادي تكون
لان غتكون واحد المفاجاه ان شاء الله. دابا غنفهموا الفران، والفران تغير غير ردوا بالكم لان تغير غير يشد فيهم العافيه. دابا اللي خرجتهم من الفران، الفران 180 درجه من الفوق ومن التحت، 5 دقائق غير شوفهم بداو يتحمروا شي شويه غتخرجوهم، ومن بعد عاد نفينيهم ان شاء الله. بالنسبه للبابيل هذا ديال الفران باش عمرت انا باش صورت هذا الديكور هذا، كناخذ بحال دابا ورقه ديال الفران كنقسمها على 4، كتجي لي بهذا الشكل هذا، كتاخذوا هذا الطرف هذا اللي من هنايا لتحت لتحت، كندوروه هكا بهذا الشكل هذا، كندوروه هكا، وكنجيبوا هذا الطرف هذا اللي يبقى لي في يدي، وكنديروه هنايا وانا غادي، وانا تندور ما نبقاش يدي مدخلاني، وانا تندور وانا تندور وانا تندور تندور حتى كيجي بهذا الشكل هذا صافي. ملي تشوفوا هذا صافي تجمع، غادي تردوه من هنايا بهذا الشكل هذا، وتعمروه تزين ديال الشكلاط ديال سميتو، وكتعاود تشدو عليه مزيان بحال هذا الشكل هذا، وتولي عندكم عامر، وتقطعو شويه بالمقص من هنايا وتخدمو به. دابا غادي ندير الجسم والبطن ديال هاد البعيج هذا بهذا الشكل هذا، هاد الشكل هذا اللي صوبت 5، لان حنا 5 الافراد، وغادي لاباك اللي بغا لي شاطلي غادي نديرها ليونيسات بهذا الشكل هذا، يمكنكم ديروها هكا يمكنكم ديروها طويله يعني طولو بالو. ودابا غادي نفزك يدي بشويه ديال الماء، باش ما تسخنش هاد الجنة، ونضرب هادي شويه من الفوق بهذا الشكل هذا، باش تبلانا. دابا جاوب هاد الشكل هذا، غادي ندفعو من الفران على 180 درجة. دابا الفران راه عندي تقريبا شي قسمين ديال المكانة شاعل، غادي ملي ندخلهم غادي نطفي عليه 10 دقائق، ملي غنطفي عليه 10 دقائق غنخليهم حتى يطيبو داك 10 دقائق والفران طافي، ملي دوز 10 دقائق غنشعل عليهم عاوتاني باش عادي يطلعو ان شاء الله. هذا الشكل اللي حصلنا عليه، هانتوما كما كتشوفو، ها هي الفوخين انت كتشوف، ها داك الشين اوكي، عندنا الاخر كما كتشوفوا ديال التعمير باش نعمرو، وهادو هادو درتهم دايرين، وهادو درتهم باش نديكوري بهم البجيع ديالنا، وهادو داك دفعت دايرين درتهم طوال شي شويه، ودابا غادي نعمرو بالشونتيي. دابا حنا نحلو هادي اللي خرجت لنا ديال البجيع ديالنا، داك الصدر ديالو بهذه الطريقه هادي، غادي غتعمر غادي غتجي هنا، هادوك الأجنحة ونستمر في العملية، ملي نكون غنعمرهم نتصل بكم عاوتاني. صافي دابا غادي نبدا في العملية ديال التعمار ديالهم بهذا الشكل هذا، غير بشوية كما كتشوفو، زعما دابا شوفوه مزيان دابا غادي ناخدو الراس كما كتشوفو، نديرو من هنا
ناخذ داك القافيله التالي ديالو بالشكل هذا، بالنسبة للدراري الصغار يعجبوهم بحال هاد المسائل هادي، ماشي يصوبوها و تيعيشو معاها تيعيشو معاها. دابا غادي ندير السكر، السكر في نص كيجيو بهذا الشكل هذا، الشكل النهائي ديال المجاع ديالنا كما كتشوفوا. احنا درنا له الاجنحه ديالو، درنا المسائل ديالو، هو عامر بشانتي بقشطه طريه. كنتمنى باش تكون رقصكم هذا الوصفه هذه وهذا التزيين هذا. وبالنسبه ليونيس هذيك اللي دايره احنا عمرناها بهذا الشكل هذا، هذا كما كتشوفوا. وهذوك اللي درناهم طوال هما تا هما معمرين، ها هما. كاين اللي بغى يدير لهم السكر يدير لهم السكر، اللي بغى يدير عليهم الشوكولا من الفوق يدير عليهم الشوكولا، على حسب اللوغو ديال كل واحد. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تكون هذه الوصفه هذه عجبتكم ونالت الرضا ديالكم. وما تنساوناش في اللايك والاشتراك والناقوس، وحنا بكم ديما كنزيدو القدام. وشكرا لكم، ونطلب الله جل وعلا تكونوا في صحة جيدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم. إخواني في الله، نسيت واحد الحاجة ضرورية نسيت ما قلتها لكمش، وهي جميل 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 جميل، والله جميل بحضوركم يا إخواني. شكرا لكم.